يعني لا عطفا على نتيجة المباراة السابقة التي انتهت بستة أهداف لفريق السد أعتقد أنها نتيجة إيجابية نوعا ما للفيصلي خاصة في الشوط الأول لا يتلقى أي أهداف هناك أعتقد سيناريو للجهاز الفني لفريق النادي الفيصلي بقيادة الكابتن أحمد هايل أه لنرى ماذا سيحدث في الشوط الثاني نعم الفيصلي بحاجة إلى الفوز إذا ما أراد يعني أن يتأهل إلى الدور المقبل وأن الأمور أعتقد أنها صعبة نوعا ما أه لكن في النهاية لا مستحيل في عالم كرة القدم الفيصلي يلعب على أرضه وبين جماهيره ولا بد من رد اعتباره وتحقيق الفوز على السد القطري اعتقد ان احداث الشوط الاول شهدت فرص عديده للنادي الفيصلي لو ترجمت الى اهداف لكان الامر مختلف وكذلك الحل نعم. بالنسبه للسد لكن مع النتيجه النهائيه سيكون الحكم يعني اكثر دقه وستكون هناك تفصيلات اكثر عندما نعلم بالنتيجه النهائيه ان شاء الله. ثأر عطفا على المواجهات السابقه للنادي الفيصلي حتى الان مشاركه تعتبر سلبيه بدون اي انتصار وبدون اي تسجيل لاي هدف خساره كانت كبيره في المواجهه السابقه مع السد القطري مشوار الفيصلي في في ابطال اسيا في مشاركه اولى للنادي يعني انا بعتقد من وجهه نظري المتواضعه ان الفيصلي لم يضع الاستراتيجيه المناسبه لهذه المشاركه التي تعد الاولى لفريق النادي الفيصلي، هناك مشاكل عديده ظهرت على السطح ابرزها استقالات اداريه، تغيير اجهزه فنيه، حتى ان والامر الاهم ان نوعيه المحترفين الذين اختارهم الفيصلي لم يكونوا بمستوى النادي الفيصلي، النادي الكبير صاحب الشعبيه والجماهيريه والحضور العربي والاسيوي الطيب في المناسبات السابقه، يعني نشاهد اليوم فقط محترف واحد. يشارك مع النادي الفيصلي في مباراه السد وحاتم الروجدي الحارس مهدي خليل هناك اصابه المهاجم التونسي على دكه الاحتياط وكذلك الظهير البريطاني ناثان على دكه البدلاء اي ان هناك لا توجد قناعه لدى الاجهزه الفنيه للفيصلي المتعاقبه بهذه الاسماء والتي لم تشكل للأمان اي اضافه للنادي الفيصلي هذا الخطا الاكبر الذي يعني ربما وقعت به اداره نادي الفيصلي والاجهزه الفنيه المتعاقبه او من اختار هؤلاء المحترفين الفيصلي بحاجه الى محترفين من نوعيه افضل بمستويات اعلى، يعني نشاهد محترف يفوق مبلغ 200 ألف دولار على دكه الاحتياط المهاجم التونسي، لا اعلم لماذا استقطبه النادي الفيصلي اذا لم يشارك في مثل هذه المباريات، هناك اعتقد اخطاء كبيره وقعت بها منظومه النادي الفيصلي، لابد من استخلاص الدرس والعبور الدروس والعبر من هذه المشاركه بالنسبه لك. للفيصلي إدارة وجهاز فني وإداري ويعني البناء على الإيجابيات ومحاولة تلافي السلبيات خاصة أن الفيصلي ربما يظهر في مشاركات سابقة في دوري مشاركات قادمة في دوري أبطال آسيا في السنوات المقبلة لابد من استخلاص الدروس والعبر حتى يكون يعني تكون يكون المستقبل أكثر إشراقا للنادي الفيصلي. نعم ثائر تحدثنا عن هذه المشاركة هل بتشوف اليوم مشاركة الأندية الأردنية في البطولات الخارجية وخصوصا في دور الأبطال الآسيا عدم وضوح الاهداف من هذه المشاركه قبل المشاركه. اكيد يعني الـ الـ يعني ليث نتحدث بصراحه نوعيه الانديه المشاركه في دوري ابطال اسيا على مستويات عاليه ولهذا يعني الاتحاد الاسيوي قرر في وقت سابق ان يكون هناك تصنيفات للبطولات الاسيويه، دوري ابطال اسيا للنخبه، دوري ابطال اسيا وكاس التحدي الاسيوي وبدلا من كاس الاتحاد الاسيوي، كل هذه الامور حتى يعني يفرز نخبه النخبه من الانديه للمشاركه في دوري ابطال اسيا للمستوى الاول، اعتقد اننا بحاجه يعني اولا إن الى نوعيه لاعبين على مستويات عاليه جدا نوعيه محترفين على مستويات عاليه جدا لا يمكن ان يعني نقارن انفسنا بالهلال السعودي والنصر السعودي و... و... والاتحاد السعودي وهذه الانديه التي تصرف اموالا طائله حتى تحصل على اللقب وتشارك في كاس العالم للانديه نعم نحن نحتاج اولا الى المال ونحتاج الى استراتيجيه ونحتاج الى تفكير ونحتاج الى دراسه معمقه حتى تكون مشاركاتنا في دوري ابطال اسيا لاي نادي اردني مشاركه ايجابيه وفاعله ومثمره طب ترى ما بتشوف انه في بعض الاوقات تبقى الامكانيات سيده الموقف يعني اليوم نتحدث الاتحاد السعودي والتعاقدات الكبيرة والهائلة تعرض للخسارة القوة الجوية استطاع أن يحقق الفوز عليه أيضا اليوم إذا على المشاركة الأردنية كان الوحدات أو الفيصلي بنشوف أنه بعد ما تروح الرهبة أنه إحنا قادرين نقدم أفضل وقادرين نحقق انتصارات يعني اليوم الفيصلي بعد ثلاث خسارات شفنا قدم شوط أول أمام السد القطري تشعر في بعض اللحظات أن الفيصلي هو الطرف الأفضل إذا بالمحترفين تفوقنا عليهم باللاعب المحلي لكن يعني اللاعبين المحليين الموجودين في الفيصل هم الافضل على الساحه الكرويه الاردنيه لا احد يختلف على ذلك هناك اسماء كبيره وكبيره جدا اغلبها تلعب في المنتخبين الاول والاولمبي لكن الخلاف على نوعيه اللاعبين المحترفين الفيصل ليس بحاجه الى محترفين على سويه على في البطوله الدوري مثلا او في بطوله الكاس ربما يحتاج الى محترف او محترفين لكن في دوري ابطال اسيا الامر مختلف طبيعه المنافسين الفيصل يلعب امام السد القطري هناك اكثر من لاعب محترف عدا عن اللاعبين المجنسين لعب مع الشرق الاماراتي الشرق الاماراتي عدل اليوم مع نساف كارش الاوزبكي في اوزبكستان، نوعيه اللاعبين المحترفين في فريق الشارقه هم من يمنحوا فريق الشارقه القوه اللازمه، وحتى نساف كارش الاوزبكي ولو ان هناك لديه محترفين او ثلاث محترفين لكن نوعيه اللاعب المحترفين من تساعد الفيصلي في مثل هذه البطولات، محليا الفيصلي يمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن بالنسبه لدوري ابطال اسيا لابد من حسن اختيار اللاعبين المحترفين حتى يكون الفيصلي او الوحدات او اي نادي يشارك في البطولات الاسيويه قادرا على المنافسه واظهار الصورة الحقيقية للكرة الأردنية والمستوى الذي الذي وصلت إليه الكرة الأردنية. نعم، الآن الفيصل يخوض هذه المواجهة بدأ الشوط الثاني النتيجة ما زالت التعادل السلبي بدون أهداف. أهمية أن يحقق الفيصل الانتصار، يعني ما بدنا نستبق الأحداث ممكن مع الدقائق القادمة تبين الأمور أكثر وأكثر، لكن لو الفيصل حقق اليوم الانتصار كيف سيكون مشوار الفيصلي في المواجهات المتبقيه. يعني لا تتعاد مباراه السد والفيصلي ذهابا في قطر مئات المرات لن تنتهي بسداسيه لنادي سد القطر هناك ظروف كبيره وكثيره حصلت مع النادي الفيصلي، عدم تركيز، السد احسن استغلال كل الفرص المتاحه حاله الطرد التي تعرض لها نزار الرجدان، هذه الظروف كلها اليوم جا. لم تكن مع الفيصلي في مباراه الاياب، الفيصلي قدم شوط ربما يكون افضل بكثير من الذي قدمه امام السد القطري في قطر، الفيصلي قادر على ان يحقق نتيجه ايجابيه عطفا على الارض، عملية الارض والجمهور، ورغبه الفيصلي في تعويض الخساره القاسيه التي تعرض لها والتي يعني وجدت انتقادات كبيرة ولادعة من جماهير النادي الفيصلي التي تستغرب أن يكون الفيصلي بمثل هذا الأداء وبهذا الشكل الذي لم تعدد عليه في سنوات سابقة الفيصلي لم يمر بهذه الحالة منذ سنوات طويلة الفيصلي حتى محليا وآسيويا يعني لم يقدم المستوى المطلوب منه جماهير الفيصلي من حقها أن تتخوف على فريقها في ظل يعني نوعية اللاعبين المتوفرين في فريق الفيصلي عندما تتحدث عن لاعبين من طراز أمين الشنايني ورزق بيهاني وحتى صيصة انس بن ياسين ونور بيعطي كلهم لاعبين خبره آه النادي الفيصلي يحتاج الى آه ان يوظف لاعبيه بالشكل الامثل يحتاج ان يستخرج افضل ما لديه آه المدير الفني الجديد احمد هايل يحتاج الى آه وقت اكبر حتى آه يعني يترك بصمته على النادي الفيصلي لكن الامر الاهم آه ليس ان آه يستطيع اخراج كل آه ما يمتلك اللاعب, اللاعب الفيصلاوي حتى يقدمه داخل المستطيل الاخضر وبهذا يمكن للفيصلي ان يستعيد قوته وبريقه ويحقق النتائج التي تتمناها جماهيره. الشوط أول من هذه المواجهة الفيصل كان أفضل أضع عدد من الفرص غياب اللمس الأخير عن نادي الفيصل لو امتلك المهاجم الهداف ممكن كان حال الفيصل أفضل خصوصا في هذه المواجهة ولو أن بعض الفرص كانت تذهب إلى التسلل لكن كان يعني تم اهدار هذه الفرص بطريقه يعني ممكن فيها نوع من الرعونه الهجوميه او غياب الحس التهديف لدى اللاعب يعني ليث الفيصلي يعني امر محير احترم الجهاز الفني بقياده الكابتن احمد علي لكن الفيصلي يمتلك مهاجم واحد وهو مهاجم حقيقي وهو رفيق الكاميرجي عندما يجلس لفريق الكاميرجي على دكه الاحتياط وعندما لم يجدد الفيصلي عقد محمد العكس سيواجه الفيصلي مشكله كبيره في عمليه التهديف انا لا يعني لا اعرف اذا كان هذا المحترف لا يلبي طموحات الفيصلي لماذا يعني هو موجود حتى الان مع فريق النادي الفيصلي لابد من ايجاد صيغه توافقيه مع اللاعب لفسح عقده او ابعاده مع نهايه مرحله الذهاب اذا يعني لم تكن هناك قناعه فنيه لدى الكابتن احمد هايل الذي هو نسب بعدم التعاقد او تجديد التعاقد مع اللاعب محمد العكش الفيصلي يحتاج الى مهاجم على سويه عاليه حتى يستطيع ان ينافس اولا محليا واسيويا نعم ثار ايضا نتحدث في هذه المواجهه اليوم الفيصلي يأخذ هذه المواجهة التفكير في دورة أبطال آسيا وأيضا التفكير في البطولات المحلية تأثير يوم مشاركة نادي أردني في بطولة خارجية بتشوف في تأثير كبير على الصعيد المحلي خصوصا لفريق يسعى لأن ينافس على الألقاب أكيد راح يكون في هناك تشتيت لكن السبب الرئيسي لتشتيت اللاعب الفيصلاوي والجهاز الفني الفيصلاوي هو كثرة يعني المشاكل التي يعني كانت متراكمة ويعني كلها يعني أتت خلف بعضها البعض استقالات إدارية تغيير أجهزة فنية عدم وضوح الصورة بالنسبة لفريق كرة القدم التعاقدات التي أبرمها النادي الفيصلي كل هذه المشاكل أتت في وقت واحد أعتقد أنها مزعجة وأعتقد أنها تؤثر على أكبر الأندية وليس على النادي الفيصلي لكن انا أعتقد أن اداره الفيصلي يجب عليها ان يعني تجلس جلسه يعني مناسبة تحل فيها كل هذه المشاكل التي تواجه النادي الفيصلي وحتى يعود الفيصلي إلى يعني الفيصلي حتى الآن هو لديه أمال ولو أنها ضئيلة في دوري أبطال آسيا لكن الفيصلي أيضا ينافس محليا في بطولة الدوري وبطولة الكأس لابد للفيصلي أن يعود كما كان في السابق حتى يعني الفيصلي عاد الآن إلى المشهد بتسجيل الهدف الأول في شباك السد القطر. يعني أعتقد أنه الشوط الأول كانت هناك البوادر تشير أن الفيصلي قادر على التسجيل الفيصلي يسجل الهدف الأول الاول الان يجب على الفيصلي ان يحافظ على النتيجه ويعززها الفوز اذا تحقق اليوم انا بعتقد انه من الناحيه المعنويه سيمنح الفيصلي دفعه هائله اسيويا ومحليا خاصه ان الفيصلي تبقى لديه مبارتين امام الشارقه في عمان وامام نساف كارشي وهي مباراه صعبه في اوزبكستان لكن فوز اليوم هو فوز مهم للفيصلي محليا واسيويا من شانه ان يرفع الروع المعنويه للاعبين وللجهاز الفني ولاداره النادي الفيصلي والتي يعني تتمنى ان تستعيد ثقه الجماهير الفيصلويه التي اعتقد انها الان فرحه جدا بهذه النتيجه اذا مشاهدينا الكرام قبل لحظات الفيصلي افتتح التسجيل وسجل حاتم الروشدي الهدف الاول للنادي الفيصلي وعلى حساب السد القطري ايضا السد القطري اذا نتحدث ثائر تعرض للخساره امام نسافه ونتيجه كبيره خارج ملعبه والان ان شاء الله يتعرض للخساره امام النادي الفيصلي وان تستمر هذه النتيجه وان يستطيع الفيصلي ان يسجل الهدف الثاني للاطمئنان اكثر واكثر نتيجه هذه المواجهه السد غير خارج يعني السد ليس بافضل حالاته حتى وهو يحقق سداسيه على النادي الفيصلي وليس بافضل حالاته السد يعاني كثيرا خسر امام نساف كارشي في اوزباكستان 3-1 بدا يستعيد شيئا فشيئا مستواه في الدوري القطري لكن ليس السد القوي الذي كان في سنوات سابقه يمتلك لاعبين على سويه عاليه هناك لاعبين في السد محليا ومحترفين لكن ليس ليسوا بقيمه نادي السد وليسوا بالقوه التي كان عليها يعني فريق السد في السنوات الماضية الفيصل لديه القدرة أن يحقق على أن يحقق نتيجة إيجابية ونتمنى أن يعزز الفيصل النتيجة أو أن يحافظ عليها أنا يعني أؤكد مجددا أن فوز الفيصل اليوم إن تحقق إن شاء الله سيكون يعني سيعطي الفريق ومنظومة النادي الفيصلي دفعة كبيرة وسيعيد ثقة الجماهير بالفريق وبالجهاز الفني والإداري وحتى بمجلس الإدارة نعم فوز بكل تاكيد اذا استطاع الفيصل ان يستمر على هذه النتيجه فوز هام للفريق الحاله المعنويه سترتفع الفيصل قادر ايضا على تحقيق الفوز في المواجهه يلتقي مع الشارقه هنا على استاد عمان وايضا مع نساف في المواجهه الصعبه على ارض نساف كل الفرص متاحه للفيصلي لان يبلغ الدور القادم ماذا حدث ثائر مع الفيصل اليوم يشوف مستوى مختلف تماما اضاع عدد من الفرص في الشوط الاول مع العشر دقائق الاولى الشوط الثاني استطاع ان يسجل على عكس مباراة الذهاب الخساره كانت كبيره ماذا حدث مع الفيصلي في ذهاب هذه المواجهه امام السد يعني المباراه الماضيه اعتقد انها اعتقد انها كانت صعبة جدا على النادي الفيصلي هناك كانت حالة من عدم التركيز بالنسبة للنادي الفيصلي، اللاعبين جميعا لم يكونوا بالمستوى المطلوب، حتى ان الفيصلي يتلقى الهدف تلو الاخر ولا يوجد هناك ردة فعل، لكن انا بعتقد عندما عاد الفيصلي الى عمان راى ردة الفعل الجماهيرية على هذه الخسارة التي لم يعتاد عليها الفيصلي صراحة وكانت يعني مؤلمة ومزعجة، عاد ترتيب اوراقه، نجح المدرب احمد هايل حتى اللحظة ان يعني يختار التشكيل المناسب. لهذه المباراة خاصة مع يعني قراءته السليمة لنادي السد القطري واستطاع الفيصل أن يتقدم حتى الآن بهدف حاتم الراجدي يعني هذه النتيجة أنا أعتقد أنها إن شاء الله أنها إذا استمرت ستكون يعني في صالح الفيصلي وستعطي الفيصلي أعتقد يعني امل كبير في يعني ربما المنافسه اكثر وان يكون اكثر شراسه خاصه في مواجهه الشرق التي يعني ليست سهله ولا حتى نساف كارشي الاوزبكي الفيصل يحتاج هذا الفوز ان شاء الله ان تحقق حتى يعني يمضي قدما محليا واسيويا